اسمي عودي بشارة إبراهيم بشارة، من سكان وأهل بيت جالوس. يعني عمري من مواليد 19/11/39، يعني دخلنا في الثمانينات. حملت طبيعي في أكثر من مجال. المجال التعليمي أول شيء، الرئيسي التعليمي، بعدين كشفي، بعدين اجتماعي، جمعيات خيرية، نوادي رياضية، حكم وإلى آخره. أول ما بدينا في الكشاف كان في مجموعات تشفير، كان في أخرى مجموعة في الرجالة اسمها المجموعة البابوية، كان في بيت لحم بالطريعة، كان في الترسنطة، كان في سليزيان. في بيت السحور ما كانش فيه إلا تبع الأرثوذكس العربي بس، غيره ما فيش. كان هلا إحنا القادة هدول صرنا مع بعضنا، بدنا نطور الحركة، فكنا نجتمع مع بعضنا ونقول والله بدنا نسوي كذا، والله بدنا نسوي كذا، والله بدنا نسوي كذا. ها منيح منين بدك تجيب له مصاري هذا؟ نسألك هالدورة وهالكنايس وهالشغلات هاي ناولوا لنا كم قرش نسوي. فاشتغلنا، سوينا اتحاد المجموعات الكشفية، هذه المجموعات الكشفية منطقة بيت لحم. ما كانش في محافظة، كان في منطقة، فسوينا اتحاد. خلال الاتحاد هذا عملنا مخيمات. عملنا مخيم الأول في القبة، في ملعب في القبة، ملعب فوتبول دير الروم، عملنا فيه لأنه كان وساع وكذا، عملنا فيه هو المخيم ومشى المخيم تمام. بعدها صرنا نشتغل على مستوى الكنيسة، يعني دخلت البطركاي كان بدها ترتيب، مش يلا اطلعوا يا شباب، يلا حطوا ديكم، يلا صار بدها ترتيب، فصرنا نرتب لها، فأخذت دور كويس. الواقع انه الكشاف حركة تطوعية غير سياسية، مفتوحة للجميع، الكل متساوي فيها. كونه في عنا في الكشاف قانون ووعد، وكنا ملتزمين بالقانون والوعد. طبيعي الكشاف مخلص، امين، صادق، كذا كذا، هذا القانون تبعنا. والوعد معروف، أعد بشرفي أنا بذل جهدي في أن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والآخرين، وأن أساعد الناس، وأن أعمل بقانون الكشاف وأعمل بمقتضاه. تطبيقنا للكشاف، شفنا الناس اللي تلف حوالينا، وصرنا مع إلنا وزن وإلنا كذا، فخلانا نستمر. وطبيعي بعد ما طلعنا صار عندنا شوية أهداف ومبادئ، إن إحنا بدنا نوزع هذا الشيء اللي أخذناه، بدنا نوزعه على الناس اللي غيرنا، بدنا نخلق ناس ثانيين عندهم الوطن، عندهم الدين، وعندهم لا فيش فرق بين واحد ولا ثاني، كلهم طول بعضهم، كلهم كذا، كلهم كذا، وماشيين. رئيس استدعنا روبرت بادن باول، قال في مذكراته، قال أعطيني قائدا ناجحا أعطيك فرقة ناجحة. احنا بدنا نخدم ضمن قانوننا وضمن نظامنا. إذا خدمنا ضمن قانوننا وضمن نظامنا معناته احنا صرنا مواطنين صالحين، وما دام نشتغل كنصرنا مواطن صالح معناته خلقنا شعب نظيف، شعب أمين، شعب بحافظ على أخلاقياته، بحافظ على كذا. وهذا شيء إذا إحنا بنسعى نصله معناته أنت بتعلمني كيف بدي أصير وطني بكل معنى الكلمة. ما دام في قسمك تقول أعد بشرفي أن أبذل جهدي في أن أقوم بواجبي نحو الله والوطن. معناته الله أولاً والوطن ثانياً. نصيحتنا للشباب إنه التزم بقانونك، التزم بوعدك اللي أعطيته، معناته أنت تصل إلى درجة اللي إحنا بدنا إياك تصل إليها. أولاً بحب أحتفظ في مذكراتي. المذكرات أجي قائد من قادة المجموعات قال بدنا نسوي لك عن تاريخ حياتك. شو في لك تفصيل عن تاريخ حياتي؟ عن إيش بدك تحكي؟ عن الرياضة ولا عن كل شيء؟ قال لا بدنا نحكي عن كل شيء. قلت طيب. هذا لما صرت الحركة الكشفية 100 سنة ما فيش شيء موثق عن الكشاف. وإذا بدنا الواحد يوثق عن الكشاف بده يتفرغ لهالشغله. فأنا الصحيح بمناسبة مرور 100 سنة على الكشاف جمعت اللي عندي اللي أنا بعرفه من هنا من الكشاف، قدس، رام الله فيها بكفي سرية رام الله الأولى، فيش غيرها. في نابلس بكفي فيش إلا اتحاد نابلس، في ريحة فيش بكي، في الخليل بكي فيش كشاف مرة. فلما قعدنا نجمع الصور ننتج صور، يعني أزور المنطقة الفلانية زيارة خاصة إيدي أشوف صور راحت أقول ما أعطوني إياها أعطوها. فنسوي جمعنا الكتاب هذا. الكتاب هذا أقل ما هنالك، يعني بحافظ على إنه إحنا نرك علينا 100 سنة، في إن شعارنا، في إن حركتنا، في إن إحصائيات مش الكل بعرفها.